طفل بيشعر بالإهمال والتجاهل من حضراتكم بيبقى طول الوقت عصبي، ليه؟ علشان يلفت الأنظار ويجذب الانتباه لحضراتكم ويقول نحن هنا. أول حاجة تخلي ابنك عصبي، ممكن يكون عنده مشكلة عضوية مخليه عصبي، زي زيادة معدل نشاط الغدة الدرقية. المهم إن في مشكلة عضوية هو مش عارف يعبر عنها، خاصة لو طفل ما قبل 5 سنوات هو فقط يعبر بالعصبية. تاني حاجة تخلي ابنك عصبي، وجود مشكلات بين الزوجين. ابنك قاعد بيلاحظ ويرصد وفاهم وشاعر بكل الصراعات وبكل الخناقات وبكل المشكلات اللي بتحصل. الأطفال بالذات عندهم ترمومتر دقيق لقياس درجة حرارة الحب بين الزوجين، فكل ما كان هناك يعني سوء تواصل أو اضطرابات أو مشكلات زوجية، ده بيخلي الطفل يخاف ويقلق ويتوتر، وبالتالي مش عارف يعبر، وبالتالي يكون عصبي والطفل مش قادر يتكلم، وبالتالي كل ده بيخليه قلق ومتوتر ومتضايق طول الوقت. الآباء والأمهات بيعلموا أولادهم العصبية من حيث لا يشعرون، انتم فقط بتتعصبوا قدامهم وهم بيلقطوا كل الكلام ده وبيقلدوا. فالابن بيتأثر بالعصبية بتاعت حضراتكم بنسبة 93% بشكل غير لفظي، بكل الحركات والتصورات والانفعالات بتاعت الجسد ولغة الجسد اللي تعبر عن العصبية عندكم بيلتقطها بنسبة 93%. رابع حاجة تخلي ابنك عصبي، الاساليب التربوية الخاطئة. زي ايه؟ زي القسوة الزايدة، سواء قسوة مادية بالضرب او قسوة معنوية بالسب والشتم والتجريح والتوبيخ. طفل بيخزنه جواه وبيستدمج هذه المشاعر السلبية فتتحول لبركان داخلي، والكبت مع الوقت يولد انفجار، فيكون الابن عصبي باستمرار مع هذا الاسلوب الخاطئ. ولما برضو بتدلله الولد تدليل زايد وتلبوا كل رغباته وما تعقبوش على اي حاجة، الطفل هنا حينشأ ما عندوش قدرة على ارجاء الاشباع ولا تأجيل الرغبة، وبالتالي مع اي حاجة هيحتاجها وما تقدروش تلبوها ليه هيبقى عصبي جدا. طفل بيشعر بالاهمال والتجاهل من حضراتكم بيبقى طول الوقت عصبي، ليه؟ علشان يلفت الأنظار ويجذب الانتباه لحضراتكم ويقول نحن هنا. ولما الأب والأم ما يبقوش متسقين في المعاملة مع الطفل، يعني كل واحد يقول رأي وممكن يخالفوا بعض قدام الطفل، الطفل مع الوقت حس بارتباك داخلي، فالارتباك ده هيؤدي إلى التوتر، هو مش عارف يتبع مين، وبالتالي طول الوقت حاسس إنه متلخبط، واللخبطة دي والارتباك ده حتما هيسبب له العصبية. ولما الطفل بيشعر بالقهر والسيطرة والتسلط من الأب والأم، وفي قائمة من الأوامر وفي قائمة من النواهي، وما بيحسش بحريته في اختيار أكله أو لبسه أو يعني زمايله أو ما شابه، هنا الكبت بالنسبة له هيولد الانفجار بالعصبية. وأكيد لما في ابن يحس إن الأب والأم بيفرقوا بينه وبين إخواته، وبيحس إن إخواته محبوبين أكتر منه، طبعا ده أكيد هيحس بالظلم والقهر. عدم شعور الابن بالراحة النفسية ده ممكن ينتج من ايه؟ ينتج من مثلا الرضاعة غير المشبعة، او الفطام المبكر، او الفطام المفاجئ غير التدريجي. الطفل هنا بيحس داخليا بالرفض، وبالتالي ده يثير عصبيته. ولو الطفل عنده تلعثم او تهتها، خاصة لو حد تنمر عليه، طبعا بيبقى عصبي. الشعور بالغيرة لدى الابناء من اقوى اسباب العصبية، خاصة لما الابن يتولد له طفل صغير وكل الأضواء تروح للطفل الصغير، فهو يحس انه مرفوض ويحس انه مستبعد، وبالتالي بيحس بحالة من الظلم وحالة من الغضب الداخلي بتتحول لعصبية. وصف الابن بانه ولد عصبي، ومع تكرار انه ولد عصبي ده طفل عصبي، بيتبرمجه عقل الباطن على العصبية، فمع الوقت بيقول لنفسه اكيد انا عصبي زي ما بابا وماما شايفين، وبالتالي يتحول فعلا لطفل عصبي مع الوقت. كبت مشاعر الطفل من خلال بعض الكلمات البسيطة، زي اسكت، تقعدش معانا، ما تاكلش معانا، يعبر عن اي حاجة اسكت، وبالتالي الطفل مع الوقت هيكبت مشاعره، والكبت هنا هيولد الانفجار بالعصبية. مشاهدة الكرتون او الرسوم المتحركة، خاصة اللي فيها افلام عنف، لو الابن بيلعب العاب كلها بقى حرب ودمار وبتاع، هو نفسه بيبقى متوتر، التوتر ده بيخلي الجهاز العصبي طول الوقت مش في حالة هدوء، انما بيخليه طول الوقت في حالة عصبية. شعور الابن بالضعف والعجز، شعور الابن بالعجز سواء كان عجز جسدي كعاهة معينة او يعني عدم تناسق الجسد، شعور الابن بالعجز العقلي انه مش قادر يفهم ولا يستوعب، شعور الابن بالعجز الدراسي ان عنده صعوبات تعلم او ضعف تعلم، او ان عقله اصغر من سنه وبالتالي المنهج اكبر من قدراته، كل ده بيحسسه بحالة من العجز والضعف، ده لازم يخليه عصبي. وطبعا لما الطفل يبقى عنده شعور بنقص الثقة بالنفس ومركز طول الوقت على سلبياته ونقاط الضعف عنده، ويتجاهل تماما او ما يعرفش ايجابياته ونقاط القوة اللي عنده ومميزاته،
طبعا بيحس طول الوقت بالعجز وبالضعف وبنقص الثقة بالنفس، طبعا ده إحساس سيء جدا بيخليه طول الوقت متوتر وعصبي.